نعم. الخبر الأخير معنا عبر شروق نت مشاهدينا الأعزاء، خطة إسعافية للنقل لتوفير قطارات حديثة. قال وزير البنى التحتية والنقل السوداني هاشم طاهر شيخ طه إن السكة حديد تتميز ببنيات تحتية متميزة ينقصها فقط التطوير والمواكبة، وأعلن عن خطة إسعافية ستنفذ عبر شركات متخصصة لتوفير قطارات بمواصفات فنية وهندسية حديثة تواكب النقل العالمي. وقام الوزير بزيارة تفقدية إلى هيئة السكة حديد بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل، وقف خلالها على سير العمل بالورش والخطوط. وقال وزير البنى التحتية والنقل إن السكة حديد ستعود لعهدها المشرق من جديد بعد أن انتهجت نهجا مغيرا باعتمادها على وسائل متطورة وخطة إسعافية تمكنها من العبور إلى مرافي التطور والتقدم. السكة حديد في السودان، الحديث عن السكة حديد يرجعنا إلى اكترار الذكريات دائما، أكيد. وإلى اكترار الماضي والنظر في الماضي، وكثير جدا من القصص والحكاية على السكة حديد. الآن يعني نريد أن تعود فعلا إلى ذلك العهد المشرق لأهمية هذا القطاع، وباعتباره أيضا واحد من الدواعم الرئيسية جدا للاقتصاد السوداني ولحركة النقل بصورة عامة. السكة حديد قطاع مهم جدا من قطاعات الاقتصاد السوداني، والتدهور الذي أصابه هو من لا ينفصل عن القطاعات الأخرى في الدولة التي أصابها التدهور طوال السنوات الماضية. نتمنى أن تكون هذه الخطة بمثابة إنقاذ لهذا القطاع الذي تعرض للإهمال وتعرض لكثير من المشاكل التي أثرت عموما في قطاع النقل، وجعلت قطاع النقل في أيدي أفراد وفي أيدي جماعات معينة عاست فيه فسادا. السكة حديد قطاع حيوي وقطاع حتى قطاع مطمئن جدا، لأنه معروفة بتاريخ الكبير ومعروفة بأنها كانت جزء أساسي لنقل الصادرات السودان من مشروع الجزيرة ومن مناطق الإنتاج في دارفور وكردفان و جنوب السودان وغيرها إلى مواني التصدير أيام كان الاقتصاد السوداني في أقوى وفي أيام عنفوانه. نتمنى أن تعود السكة حديد بإصلاحات جديدة وبتطور جديد يواكب التطور الحاصل في العالم، وأن تعود مناطق الإنتاج إلى سابق عهدها وأكثر، وأن تتطور وأن تتسع دائرة الإنتاج لتشمل جميع أنحاء السودان، وتكون السكة حديد هي الناقل الوطني الأول لما تفرز عمليات الإنتاج. بالتأكيد أنا أعني الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، لأنه هم الحل الوحيد لكل مشاكل الاقتصاد في السودان. ونحن المشاكل التي أصابتنا التي أصابت الاقتصاد السوداني أصابته مع تدهور المشاريع الزراعية الكبيرة المعروفة والمشاريع الحيوانية الكبيرة المعروفة التي ظلت تعمل وتعطي منذ استقلال السودان. نعم، شكرا جزيلا استاذ بليغ، انا سعدت بك جدا. بارك الله فيك، بارك الله فيك اخونا حسام.